فالمحبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله تعالى قال في القرآن: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، لا تأتي بمجرد التعليم، لكن لا بد من العلم، فيعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص. وهذا من أجل الأسباب التي تجعل العبد يحب الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن الله متصف بصفات الكمال كالكرم والعدل والعلم الكامل وهكذا، وأنه منزه عن صفات النقص كالبخل والفقر وكغيرها من صفات النقص. لأن العبد بغريزته يحب الكامل أو الذي فيه نوع كمال، وهذا بين المخلوقين، فكيف بين العبد والخالق؟ هذا من باب أولى. يعني بتلقى واحد يقول لك: أنا فلان ده، بعبر يعني بالدارية بتاعتنا بعبر، يقول لك فلان ده بتكيف له، يعني بحبه وبرتاح له. ليه؟ لقى الزول ده قوي، الزول ده قوي وما ضعيف، والزول ده كذا والزول ده إلى آخره، وشرس. ويحب الثاني يقول لك: الزول ده كريم، ما في زول بيجيه إلا يكرمه، والزول فيه الجود وفيه الكرم، حتى لو ما أكرمه طالما بيكرم الناس هو بحبه. ويحب فلان يقول لك: فلان ده والله أنا بحبه. ليه؟ زول متعلم، والزول بيتعلم، يعني كلامه فيه علم وفيه فوف. فإذا كان يحب هؤلاء المخلوقين لما لهم من هذه الصفات الحميدة أو المحمودة، فكيف إذا عرف الله سبحانه وتعالى المتصف بالصفات التي هي خاصة به سبحانه وتعالى، أي صفات الكمال لا يماثله فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. أنت بتحب فلان لأنه قوي، الله أقوى منه، من باب أولى تحب الله سبحانه وتعالى. فلان كريم، الله أكرم منه. فلان محسن، الله سبحانه وتعالى يحسن إلى الخلق أعظم من إحسان فلان لفلان، وما إحسان فلان لفلان إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن الله متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص أحببته، هذا أمر. الأمر الثاني: العبد يحب الله تعالى إذا تذكر أنه ما من نعمة هو فيها إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. انت زي فلان ده لو بيهدي لك طوال بيديك هدايا وبيحسن لك بتحبه، فكيف والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله؟ ثالثا: تحب الله تعالى إذا تذكرت أنك إذا أذنبت وتبت إليه قبلك، فتحسن الظن به وترجو رحمته وتتقرب إليه وتتعلق به سبحانه وتعالى. وإذا قوي إيمانك، هذا الأمر الرابع، كلما قوي الإيمان وفعل العبد الطاعة فإنه يحب الله سبحانه وتعالى. والدليل في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وغير ذلك من الأسباب. فالله سبحانه وتعالى يمن على العبد بالصحة وبالعافية، ويعلمه ما لم يكن يعلم،
ويرعاه سبحانه وتعالى ويكلأه ويحفظه وهو في بطن أمه، وإذا خرج إلى الدنيا فإنه ينجيه من الشرور. وهناك ما وهناك من المخلوقات ما يتربص به كالشياطين، وهو يحميه سبحانه وتعالى ويحفظه وينجيه من الكروبات، وإذا فعل الطاعة قربه، وإذا تعلم رفعه، وإذا وقع في المعصية فتح له باب التوبة، وإذا تاب قبل توبته. فما من إحسان إلا وهو من الله سبحانه وتعالى، وما من تقصير إلا ويفتح الله له باب أن يكمل نفسه. فإذا استحضر هذه الأمور وعلمها وعرفها فإنه يحب الله سبحانه وتعالى. قال: ليس العجب من قوله ويحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. وهذه في الآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم، لأنهم يحبون الله لأنهم فقراء إليه، ولأنه هو الذي خلقهم. ليس العجب أن يحبونه سبحانه وتعالى، وإنما العجب أن يحبهم هو سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنهم سبحانه وتعالى. عشان كذا قال بعد: ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. يعني ما عجيب إنك أنت تحب الله، ما هو بيحسن لك وإنت محتاج لله سبحانه وتعالى وفقير ولا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، لكن العجب أن يحبك هو سبحانه وتعالى وهو غني عنك ولا يحتاج إليك. وهذا العجب فيه أن العبد يعتقد كرم الله سبحانه وتعالى. أزي زول بينفق على زول مسكين، لله المثل الأعلى، بينفق عليه بقول له كل شهر أنت زول مشلول وعندك يتامى بتربي فيهم أولاد، يعني أولاد قريب ليك أو كذا وكذا وتوفي وأنت بتربي في يتامى، وأنا كل شهر بديك مرتب. كون الزول المسكين ده المشلول ده اركب عربية ولا عجلة ويجل الزول الذي ينفق عليه ويتكرم عليه، الكلام ده ما غريب ولا عجيب، لكن كونه ده الغني والمحسن يطلب الفقير فدلفي والعجب. وهذا يدل على كرمه وعلى حسن نفسه، لله المثل الأعلى. طيب قال فصل، الفصل ده جماعة ذكر فيه تسعة أشياء من عرفها عظم الله سبحانه وتعالى وأحبه وأجله وخضع له وانكسر بين يديه سبحانه وتعالى. وهي طبعا ما مختصرة على التسعة، لكن دي ذكرها هنا، أنا لخصتها في تسعة. طيب قال: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، أي أنك إذا قرأت القرآن عرفت الهيبة والعظمة والجلال، أن الله سبحانه وتعالى مهاب وأنه عظيم سبحانه وتعالى وأنه ذو الجلال سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنه عظيم
قال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس، وهذان أمران، تخضع الأعناق وتنكسر النفوس، الأعناق في الظاهر والنفوس في الباطن، وتخشع الأصوات ويذوب الكبر، يذوب الكبر الذي في نفس العبد كما يذوب الملح في الماء. يعني يا جماعة زول لما نقرأ القرآن بيعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، يكفي هذا، يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف عظمة الله خضعت عنقه لله وانكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، لأنه عظيم سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من آية الكرسي، من آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي قال ابن عثيمين قال ابن عباس هو موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، ده الكرسي، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرسه سبحانه وتعالى ولا يعجزه، فهو يحفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. إذا كان جماعة الأرض مع السماء كحلقة ملقاة في فلاء، بس حلقة بتاع السلسل رميت في صحراء، دي الأرض، الأرض واسي، لو زول عنده قطعة أرض في منطقة هنا في الخرطوم زاي سوي لك غلبة، لك ده عنده عمارة في الحي الفلاني، الحي الفلاني عنده عمارة، وعمارة 300 متر كلها ولا مساحتها ولا 1000 متر، قول 1000 متر، ما شفت ذاك قال لك عندها 1000 متر، شنو كذا الخرطوم؟ وأنا لقيت واحد قال ولا عنده 1000 متر، منطقة ذيك جت ما بزول عنده بيت 1000 متر، قال له قال والله كان ببيت معانا في الشارع ما في محل ذاته، والله الذي رفع السماء، المهم خليه انت ما بداي نضيع الزمن. لكن انا داير اوريك انه اذا زول عنده يا جماعه في الارض دي في السودان ده بس 1000 متر يسوي له غلبه. فكيف الارض كلها، الارض كلها، وجماعه ذي يقول لك جماعه بتاعنا الجغرافيا وغيره يقول لك 75% فيها مويه ذاتها، والباقيه فيها صحارى وفيها محلات ما مسكونه وفيها محلات مغابر وفيها 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 وفيها. الأرض دي بعد كبور هذا كله مع السماء كحلقة ملقاة في فلاء، الكون ده شيء كبير، وسماء 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 سبعة شداد، سبعة شداد، السماوات والأرض مع الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي والسماوات والأرض مع العرش كحلقة ملقاة في فلاء. يعني العرش ده مخلوق غريب مرة واحدة وعجيب في العظمة وفي الكبر، يعني كبير شديد جدا مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو أكبر من العرش، ولا شك في هذا أن العرش مخلوق وهو خالق، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هو أكبر من العرش سبحانه وتعالى، وحجابه النور. دي عظمة، أنت لما تقرأ القرآن ده وتقرأ الرحمن على العرش استوى، وتقرأ ثم استوى على العرش، قال مجاهد أي علا على العرش، لما تشوف العظمة دي وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه، وأنه لا يلامس العرش ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، بل هو أعظم وأكبر من العرش جل وعلا، وأنه جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مع علوه يعلم النملة ويعلم بيتها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين.
انت لو مديت يدك دي لو قال لك احسب شعرها كم انت ما عارف. والله سبحانه وتعالى يعلمه ذرة ذرة وشعرة شعر، فهو عظيم سبحانه وتعالى. ولا ينام ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وهكذا إذا قرأت القرآن وقرأت عن عظمة الله فإن عنقك تخضع وإن قلبك ينكسر لعظمة الله سبحانه وتعالى. طيب قال وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، الأولى بس خذ منها العظمة، والثانية قال لك وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، فهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، وهو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. متصف بصفات الكمال في كل شيء، لو مسكت الصفات كلها، العلم الإنسان علمه قبله جهل، يعني انت اول شيء كنت جاهل وبعد ذاك بتتعلم، والعلم ذاته مرات تتعلم غلط، مرات تتعلم غلط، لكن لو لقيت علم صافي ونظيف وكذا، يعني علم نظيف وعلم قائم على الكتاب والسنة، انت في البداية انت كنت جاهل، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبعد تتعلم العلم اللي عندك ده قليل، انت ما أحط بكل شيء. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وقل رب زدني علما. ثلاثة العلم ذاته اللي تعلمته ده معرض للنسيان ولا ما معرض؟ معرض لأنك تنسى. الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم، لم يسبق هذا العلم بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى. بس دي صفة واحدة، صفة الحياة. قال الدكتور الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى صفة الحياة تأتي بعدها جميع الصفات. صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، فهو حي حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هو الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شنو شيء. انت حياتك دي قبلية شنو؟ فناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أذكور، ما كان فيك روح ولا وكذا. وآدم عليه السلام لم يكن مخلوقا، ولما خلق لم تكن في يعني في بداية الأمر فيه روح. ويلحقه الفناء، إنسان يفنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبين العدم والفناء يلحقك المرض والتعب والإعياء والنصب والهم والغم والحزن إلى غير ذلك والشدة. وهذا رب العزة والجلال منزه عنه سبحانه وتعالى. إذا ذكرت جميع الصفات وجدتها بهذا الأمر، هو متصف بصفات الكمال وأنت متصف بصفات النقص التي تليق بنقصك، وهو متصف بصفات الكمال التي تليق بكماله، وهو جميل سبحانه وتعالى جميل. لذلك أعظم لذة في الجنة النظر إلى وجه الله تعالى، ما أحسن منه. كيف في صحيح مسلم، وهذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله كتابه رياض الصالحين، وهو في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كما في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. شنو ناظر؟ إذا كان يا جماعة نسوة رأينا يوسف عليه السلام وهو مخلوق وهو نبي كريم ابن كريم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني تتخيل أول ما هو يوسف عليه السلام جاء مارا بأمر من تلك المرأة وهي امرأة العزيز، فلما رأينه أي هذه النسوة رأينا يوسف عليه السلام أكبرنه وقطعنا، قطعنا قطع أي أنه لم يكتفي بمجرد القطع وإنما هو يقطع شغالة، يعني الواحد شغالة شنو تقطع ما جايب خبر. قطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا، يعني من شدة المنظر والجمال بقطع في يدين وما حاسات وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلق يوسف وهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. لذلك أعظم لذة وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ترى الله سبحانه وتعالى. سأل الله يمن علينا برحمته وجوده وكرمه، وأن لا يعاملنا بمجرد عدله وإنما بفضله سبحانه وتعالى. قال: وهو كمال الأسماء وجمال الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. ذكر ثلاثة أمور هنا، فذكر الأسماء من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخره، وذكر الصفات من صفاته الكرم والعلم، وذكر الأفعال من أفعاله أنه استوى وأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى، من أفعاله أنه يخلق وأنه يحيي وأنه يميت. وهذه الثلاثة أمور الأسماء والصفات والأفعال دالة على كمال ذاته سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخر الحديث. قال: طيب في ذاته، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، أي أن حب العبد الذي يكون في قلبه لربه سبحانه وتعالى، وأن قوة هذا الحب وهذه القوة التي جاء بها كمال أسمائه، النظر وتذكر كمال أسمائه وجمال صفاته وتذكر جمال صفاته وجمال أفعاله، هذه القوة تستنفد قوة الحب كلها، أي لا يبقى في قلب العبد محبة عبادة لغير الله سبحانه وتعالى بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله. النعت برضو صفة يعني. فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، لا يحب غيره محبة عبادة،
وإنما محبته لغيره المحبة الطبيعية كمحبة الولد والوالد والصاحب والأخ إلى غير ذلك، لكن ليست محبة عبادة. ومحبة العبادة التي فيها الخضوع، التي فيها الخضوع والتذلل. قال: فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. يعني إذا أراد غير الله أن يعلق هذا العبد محبته بغير الله بهذا المريد، فإن هذا القلب يأبى إلا أن يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا، لا يتكلفها، وإنما هي في نفسه وفي أفعاله تظهر. أربعة، قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان. وإذا تجلى سبحانه وتعالى بصفات الرحمة، الرحمة كرحمته سبحانه وتعالى بالولد وهو في بطن أمه، وبعد خروجه من بطن أمه يجعل الرحمة، يجعل شيئا من رحمته بين الأم والولد. وإذا قلنا يجعل شيئا من رحمته بين الأم والولد، فالرحمة التي في الأم رحمة مخلوقة، ولكن صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة وإنما هي صفات له. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر، يرحم سبحانه وتعالى العباد، والبر كثرة الخير كما ذكر كثيرا، واللطف يلطف بك عند المصائب وعند الملمات وعند الكربات وغير ذلك، وعند الرزق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. والإحسان، يحسن إليك سبحانه وتعالى بالنعم، ويزوجك ويعافيك في بدنك ويرزقك الذرية والمال إلى غير ذلك. قال: انبعثت قوة الرجاء من العبد. إذا تذكر هذه الأمور، الرحمة واللطف والإحسان إلى غير ذلك والبر، انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه. قال: وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغلي أو المغلي، هنا جايبه بالتجديد في النسخة دي، والمقصود به الحصاد، المقصود به الحصاد في كل يعني الألفاظ. علق أرضه بالبذر، غلق يعني أكثر من البذر وأكثر من البذر، جعل البذر كثيرا في الأرض وأكثر من البذر، أي من فعله لهذا البذر، شق الأرض وهكذا وحرثها. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. يعني شنو يا جماعة؟ الزول لما يذكر رحمة الله ويتذكر لطف الله وبر الله سبحانه وتعالى وإحسانه، فإن قلبه يرجو رحمة الله، وإذا رجا رحمة الله فإنه يفعل الفعل الذي به يرحمه الله سبحانه وتعالى. لأن الرجاء يا جماعة ما في القلب بس، الرجاء ده صاحب في القلب لكن بيترجم بالفعل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، انت مو مش تقول انا برجو وما بتعمل. زي الزول الدائر الحصاد، قدر ما يطمع في الحصاد الكبير بيقوم بيعمل شنو؟ بيزر كثير، يعني بيزرع اكثر، بيزرع اكثر. زول داير ربح كثير في التجاره، ما بتاجر بمال صغير وانما بمال شنو؟ كثير. فالرجاء يبعثك على العمل، واليأس يثبطك من العمل. لكن انت تقول انا برجو رحمة الله وما بتعمل، ده ما رجاء، ده تمني، ده تمني وغرور.
عشان كده رب العزة والجلال قال في القرآن وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يلا شوف قال شنو، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه خمس أشياء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وفي الآية الثانية في سورة البقرة الثانية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أنت ترجو تعمل، أنت كيف ترجو أنت ما بتعمل؟ شكيه قال لك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذا أهم شيء، لو صليت وصمت وزكيت وحجيت وبالليل الليل كله أنت صاحي تسبح وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر وتجتهد وفي شرك، ما فايدة، ما في رحمة، جزاك الله خير، ما في رحمة. لما نيجي الشرك يا جماعة ما في رحمة. الدليل قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. اللعن شنو؟ الطرد من الرحمة. والظالم الملعون اللعن الأعظم والمشرك والكافر، لقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولقوله والكافرون هم الظالمون، ولقوله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولقوله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فزول يرجو رحمة الله، إذا رجا رحمة الله أول شيء يعمل، أنت ما دار الله يرحمك أول شيء توب، أنا وقعت في ذنب ودار الله يرحمني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يا الله أنا غلطت وأنا تايب وأنا مقبل ويتجاوز عني واعفو عني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخره، وتتضرع لله بعد ذاك تعمل، أنت دار الخير ترجو الخير أنت أعمل له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والي تعمل تصلي وترجو الله يقبلها منك، لكن أنت داير أنت بترجو عليها أساس وأنت ما بتعمل. أنا ما صليت راجي أنه الله يقبل مني. أما مجرد الرحمة، التعلق بمجرد الرحمة وأنت تخالف أسباب الرحمة، هذا من الغرور. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية. طيب قال وإذا تجلى ذي خمسة بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، أي الأمارة بالسوء، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها أو رعوناتها. أعنة جمع عنان يعني الحبل الرباط. قال فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. يعني شنو؟ إذا تجلى الله سبحانه وتعالى في القرآن بالعدل، بصفات العدل، لماذا ذكر العدل هنا؟ لأنه إن عاملك بالعدل فإنه سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
إن عاملك بالعدل هلكت، كان عاملك بالعدل أنت بتهلك، تهلك بمجرد العدل، أما إن عاملك بالفضل بعد العدل فإنك تنجو. لأنه يا جماعة لو زول هسي مشى لي الله سبحانه وتعالى ما عنده ولا سيئة، ولا سيئة واحدة، ودي الحسنات، وبيجاي باب السيئات ولا سيئة، أو كفت أو كفت السيئات ما بيها ولا سيئة، بس بيجاي الحسنات. أول شيء الحسنة دي الشرع عليك منه، تشريع شرع منه الله سبحانه وتعالى. اثنين العلمك ليها منه، الوراق دريبة منه الله سبحانه وتعالى، أرسل إليك الرسل وعلمك. ثلاثة الوفقك تعمل منه الله سبحانه وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. زول تلقاه 10 ساعات قاعد بس متحير، 10 ساعات سبحان الله ما بقوله، 11 دقائق بيقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يمكن 1000 مرة. معناه أبو 10 ساعات ده ما وفق، وأبو 10 دقائق شنو وفق؟ يبقى إنت الحسنة دي الوفق وكلامه الله سبحانه وتعالى. عندي أسي ده 4 أشياء، هو الشرع، وهو العلمك، وهو الأعانك، وهو البجازيك بديك الحسن، يعني إنت عملت الحسنة أداك نعم ذاته تعمل بها، إماطة الأذى عن الطريق، أنت بتميط الأذى بشنو؟ باليد، اليد اللي خلقها منه الله سبحانه وتعالى. دي هسه 4 أشياء، يعني إن فتشوا الحسنات دي تذاته الشغلة دي من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. بعد الحسنات دي كلها الله بيجا أداك نعم، داك الصحة والعافية، وداك البصر والسمع وكذا وكذا وكذا، دي خدتها في كفة مع الحسنات بتاعتك. ولذلك الإنسان ينجو برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقول أنا أنجو برحمة الله ويفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أنت تريد الرحمة افعل أسباب الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والانتقام، إذا انتقم منك بسبب معصيتك فإنك هالك. والغضب، يغضب سبحانه وتعالى، يغضب. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك يسخط سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طيب قال: والعقوبة، إن عاقبك بذنبك فإنك هالك. إذا تذكرت هذه الأمور أو هذه الأشياء وهذه الصفات، هذه الصفات، انقمعت النفس الأمارة، انقمعت أي أن هذه النفس تحجم عن الشر وتصير ذليلة منكسرة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب، لا تغضب على الناس الغضب المذموم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب، إلى آخره. واللهو واللعب، اللهو بالقلب واللعب بالجوارح. والحرص على المحرمات، بعض الناس يحرص على المحرم، واحد تلقى بيشرب خمرة يقول لك الليلة ما في تفتيش وما في دورية وما في شنو، أخي رمش تلقى يمشي، واحد تلقى يمرق من بيته يدور عربيته، يمرق للسوق يشتري له كيس ب4 جنيه، كيس حاجات مدردم، واحد فوق واحد تحت، معقولة يا أخي؟ حرص والله، تلقى ممكن يجيب صف في السخانة بلاوي في معصية. واحد يقول لك، واحد قال لي بنمشي نادي الضباط لحفلة، نركب مواصلات وتعب مجابدة ويدافرون في الباب، وكان سفنجتك مرقت أقنع بعد، بس يا تبقى زي الشيطان تمشي بواحدة ولا تفكنا الاثنين تبقى مارق وكذا
وبعد ده قال لي بعد تنتهي الحفلة بالليل ما في مواصلات، نجي راجعين برجلين الكرعين للبيت. ده حرص كله عشان شنو؟ يغني لك يكذب لك زاي، يكذب لك ومرات شرك ذاته، غنى ذاته مرات شرك عديل. يا ابو الطيب سوي لي حجيب ولا شنو، اكتب لي حجيب من مرض الحبيب. معقول يا اخي تسوي حجاب بسبب شرك، بسبب تقع في الشرك بسبب حبيب؟ حبيب شنو؟ وما تام يا حبيب، هو حبيب ذاته، حبيب ذاته. معقول يا اخي؟ لا، بلاوي ثقيله جدا. فيحرص على المعصيه كل الحرص. واحد تلقاه يطلع فوق راس البيت يقرب يكسر كراع، مالك؟ يقول والله عندنا الليله الحلقه الاخيره في المسلسل والطبق ده اتفتل، ما تخلي مفتول يا اخي، الله ريحك انت. اطلع فوق ووزينه بيجا، ممكن تطق كهرباء في الحلقه الاخيره، تبقى الحلقه الاخيره من حياته ذاته. معقول يا اخي؟ حرص شديد تلقاه يطلع فوق والسلم مكسور، ويا ولدها مسكه بيجاي ووزينه بيجا وجيب له زول. وده كله يا جماعه عشان معصيه. يحرص اذا تذكر عقوبه الله وغضب الله سبحانه وتعالى، فان هذه النفس تكف عن حرصها على المحرمات. قال: وانقبضت اعنه رعوناتها. اعنه جمع عنان يعني الرباط، فلا تكون النفس رعناء، لا تقولوا راعنا. قال: فأحضرت المطية حظها، حظها نصيبها من الخوف والخشية والحذر. أي هذه النفس بعد تذكر هذه الصفات، الانتقام والغضب والعدل وإلى آخره، فإنها تخاف وتخشى الله سبحانه وتعالى وتحذر من عقابه ومن أسباب عقابه سبحانه وتعالى. قال: وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي، دي ستة، وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال، امتثال لأمر الله والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي، يأمر وينهى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وإيتاء شنو؟ وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. يأمر وينهى. والعهد، وهنا المقصود بالعهد العهد الشرعي: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. والوصية: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وإرسال الرسل، يرسلهم سبحانه وتعالى. وإنزال الكتب. وشرع الشرائع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخره. انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره، لا تذكر أمر الله ونهيه إلى آخر ذلك، وأنه يعهد إليه وأنه يوصيه سبحانه وتعالى، وأنه أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب إلى العباد. انبعثت منها، من هذه الأمور ومن هذه الصفات، من هذه الصفات قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره، يمتثل لأوامر الله، والتبليغ لها يبلغها للخلق، والتواصي بها يوصي بعضهم بعضا بهذه الأوامر والنواهي والعهود والوصايا، وذكرها وتذكرها، يذكر هذه الأوامر والنواهي ويتذكرها، والتصديق بالخبر والامتثال للطلب. وده كله القرآن، أخبار صادقة وأحكام عادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والاجتناب للنهي،
قال وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم، ذي نمرة سبعة، بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياء، الحياء الخلق، فيستحي ربه، أي يستحي من ربه، يستحي من ربه سبحانه وتعالى أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي، أي العبد، في سريرته ما يمقته عليه، ما يمقته الله عليه بسببه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. ده يا جماعة مهمة شديد. انت لما الله سبحانه وتعالى تقرأ القرآن وتجد أن الله يتجلى لك أو يتجلى بصفات السمع والبصر والعلم، السمع الله يسمع سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. طالما الله بيسمع سبحانه وتعالى انت ما بتقول لك كلمة تغضبه لأنه يسمع، وإنما تقول الكلام الذي يقربك منه ويرضيه سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وممكن كلمة الله يرضى بها عنك، وإن العبد ليتكلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما تتكلم به تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قال لك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال والبصر والعلم، طالما أنه سبحانه وتعالى طالما أنه يبصر يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإن العبد إذا تذكر أن الله يراه فإنه لا يفعل فعلا يمقته الله به، لأنه يراه سبحانه وتعالى، لا يقع في الفواحش ولا في فضل. هذه الصفات وهي صفات السمع والبصر والعلم، إذا استحضر العبد وعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع فإنه لا يقول ما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل يقول ما يرضيه وما يحبه سبحانه وتعالى، كما في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيقول العبد مثل هذه الأذكار ويقول غيرها من الأقوال التي تقربه إلى الله تعالى ولا تغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أن الله يراه وأنه يبصر سبحانه وتعالى فإنه لا يفعل الأفعال القبيحة، لأن الله مطلع عليه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكما قيل: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أو زول بفعل في معصية في غرفة، بفعل في المعصية، لو جاءت بيت عمرها 4 سنوات ما بتتكلم ذاته زي الناس، تعبر زي الناس، لو جاءت فتحت الباب وطوال بقيف من المعصية، فكيف يفعل هذه المعصية والله سبحانه وتعالى مطلع عليه يراه؟ الواجب أن يتذكر الله وأن يؤمن بأنه يراه سبحانه وتعالى، وأن يستحضر هذا الأمر أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا علم أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية فإنه يحارب تلك الخواطر
والأشياء السيئة التي ترد على النفس وتأتي وتقع في النفس والتي يبطنها. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مش تجيك خواطر سيئة تقوم تستطرد معاه وتمشي، يشوف له منظر يقوم يفكر في الشر ويمشي ويمشي، تقطع الخاطرة دي تذكر الموت والقبر والنار والقيامة والجنة إلى آخره، ولا تستطرد وتذكر أن الله مطلع على قلبك وأنه يعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. ثمانية، قال وإذا تجلى بصفات الكفاية، يعني يكفيك سبحانه وتعالى لا يحوجك إلى غيره. والحسب، الحسب هنا أيضا الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. والقيام بمصالح العباد، إن الله سبحانه وتعالى يقوم بمصالح العباد بما يصلحهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء الثامن وهو كتاب القدر، قال أرسل الله جميع الرسل بالمصالح بما يصلح العباد وبتقليل المفاسد وإزالتها، إما أن تزال بالكلية وإما أن تقلل، وإما أن تؤتى المصالح كلها وإما أن يؤتى يعني بعضها. طيب، قال وسوق أرزاقهم إليهم، والقيام بمصالح العباد وسوق يعني يتجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم. القيام بمصالح العباد، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته وبنفسه، القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، ده معنى القيوم. شكيب تدعو بالاسم ده، يا حي يا قيوم، لأنه قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، وقائم بشؤون خلقه وما يصلحه، يدبر الكون سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسوق أرزاقهم إليهم، يسوق إلى العباد الرزق كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، قال ودفع المصائب عنهم، يدفع عنهم المصائب سبحانه وتعالى وينجيهم من الكربات، ونصره لأوليائه، كلها مجرورة، أنا معطوفة على المجرور، ونصره لأوليائه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وحمايته لهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومعيته الخاصة لهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، طالما هو بكفيك يكفيك سبحانه وتعالى وهو حسبك، فإنك تتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. والتفويض إليه، تفوض إليه شأنك وأمورك، والرضا به، بالله سبحانه وتعالى ترضى به وبما قسم لك وبقدره، والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يرضى به هو سبحانه. إذا رضي لك الفقر فارضاه أنت لنفسك واصبر، فإن هذا خير لك، وإذا رضي لك الغنى فارضاه لنفسك وسخره في طاعة الله وكن من الشاكرين. فناس لا بيتحملوا الفقر ولا بيتحملوا شنو؟ الغنى ذاته ما بيتحمل، والله ما في القرآن، كلهم في القرآن بتلقاهم. الأول في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة
انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، أقل ابتلاء به. وفي ناس الغنى ذاته والخير برضو ما بيتحملوا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب شنو غفور. يعني انت بتسافر من هنا للبلد الثانية، ظل بس ما في شمس، شوف النازل في نعم كيف، جنتان عن يمين وشمال، والمرة تشيل قفتها تجي ماشية بس ولا بترمي لا حاجة، والثمار نازلة، نعم شديدة. قالوا لا رطبنا، نحن بالدارج كذا رطبنا. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، دارين نندري شوية، ما بيتحمل النعمة ذاته، ما بيتحمل. هسي في ناس كذا تلقاه في نعم وما متحملة، يقول لك أنا شغل زي ده دار اندرش. انت هذول عود نفسك، لا تركبون طبقا عن طبق، الليلة فقير وبكرة غني، بعد بكرة تاني ترجع فقير، ما تتضايق، لأنه انت ما خلقوك عشان تبقى غني ولا فقير، ودي ما بيدك ذاته، بتسوي السبب بس. انت خلقوك عشان العبادة، نجي الضي بس، نجي الضي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال الله تعالى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لكن كان مشيت فتشت، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن مشيت وقفت مع عادل غني وفقير وناي تدعب ساي، وما بترتاح لا في الغنى لا في الفقر، والله ما بترتاح. الزول اربح 15 مليون، أي التجارة اللي بعدها يخسر 3، يعني فاضل لكم 12، تلقى متضايق، لك السوق ده ما بتاع، انا والله قربت اخلي الشغلة يا اخي، ما تصبر شوية، الله يدي عربية، عربية كان تعبان بالمواصلات، يدي عربية تلقى متكيف، يقول لك والله الدنيا دي ماشية تمام بس الحمد لله، بكرة لو سير بس اتقطع، سير جوا اتقطع، هبش الشغلة دي، انا ما بعرف هذا الناس، لكن هبشها كذي مشت بقت له صعبة يكورك. لقينا واحد ميكانيكي، واحد من اخواننا نحزه، المهم من اخواننا الكلام ده امس، اسمه علي الخير، ما بتعرفوه، بعدين العربيه وقفت، جبنا ميكانيكي حيرنا مره واحده، اول شيء خدت السير غلط، هو بجاسيف اسال الميكانيكي ونحن مضطرين، قلت لا علي الغريق، قالوا بيتعلق بقشه يتحمل، ومرات انظر لي انا وانا سواقه ما بعرف زي الناس، انظر لي جوا في المكان، يقول لي والله ود البدوي كده دخلت في هيتا، اقول لا اخي الشغله دي لا فيها ايه لا حديث، جاسيف يا اخي ما سير بس، والسير لو اللي هو بيجاي ويجيبوه بيغادي ومجلي، لما بيجليها كثير زول جلاها كثير، مشينا العيشه وجينا ولسه شغال سير واحد بس، سير واحد هو في النهايه. قال يا جماعه انا عندي كوروريوس، وما قادر يقول بكالاريوس، ما قادر يقول، قال عندي كوروريوس في الهندسه دي، وانت يا دكتور، واحد في دكتور واقف جنب، عندك كوروريوس في البشر، وما قادر يقول بكالاريوس، قال لي انت بتهبش العيون ولا نحن ذات الشغله دي، عليك الله زحوا كلكم كذي بس، خلوا لي الزول وقفت معانا، انا طبعا بضحكه وقفت معاه، نزل تحت وفرتك فوق، وفي النهايه جابه وجازفه وكذي، قال يا جماعه الزول ما راسه بيضرب مرات وكذا وكذا وكذا. بعد انتهى خشينا في الدين، برضه داري ينظر فيه، بنغنع في ساعة في الحجاب، في النهاية قال لي علي أقول لك شيء، النار دي مش 9 أبواب 7 أبواب، إن شاء الله يوم القيامة يدخلوني بين 9، قلت لا زول الزول ده قفل زح منه خلاص، ما نصحنا نسوي لجن قبل قفل الشغلة دي جازفت بيننا، هسي ثاني قفل في دخل. لذلك أنت تبتلى. الكلام ده يا جماعة ذكر لشنو؟ أنت الليلة بيصيبك الفقر وبكرة الغنى، بعد بكرة لما يجيك الفقر ما تجن، ما تقول أنا بعد طلعت فوق وجيت تاني راجع تحت، والعربية دي تعبت فيها عملت حادث، ما تصير بتعمل، ما أنت في الحياة دي لقد خلقنا الإنسان شنو؟ في كبد، فأنت تبتلى، الإنسان يعود نفسه في الحياة دي يكون همه الأعظم رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. ويعلم أن قدر الله له خير، له خير،
طيب قال والتوكل معنى ذكر فيه أشياء فيه شيئين ذكر فيه شيئين قال والتوكل معنى يلتئم هذا التوكل يعني يتوكل يعني يتم ويتكون من أمرين ومن شيئين قال والتوكل معنى يلتئم من علم العبد دي واحد من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده أن تعلم أن الله يكفيك وأن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك أنت هذي بتستخير داير بيد عمك بتستخير العرس ما بتم تزوج بيد خالك وديك أفضل لك تقبل داير ديك لكن دي أفضل لك ديك بتدعي بك عشان كده بتستخير في الاستخارة بتذكر ثلاثة أشياء تذكر العلم والقدرة والفضل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وبعد خلاص الله يرضيك بشيء تقول وبارك لي فيه زيدني لأنه أنت بتجهل الشيء حقيقته لقدام شنو كذا وكذا وبيحصل لك شنو شكاية بتستخير شكاية بعد تستخير تاني ما في ندامه طيب فإذا علمت هذا الأمر قال وثقته أيضا يعلم وبعد علمه يكون له ثقة وبثقته يعني به يثق بالله سبحانه وتعالى ورضاه بما يفعله به ويختاره له يعني التوكل ده يا جماعة بتمتين أن تعلم أن اختيار الله خير لك من اختيارك لنفسك وأن الله يكفيك سبحانه وتعالى لا يحويك لغيره دي واحد علم اثنين يكون عندك ثقة يقين شكي ابن عثيمين قال في باب اليقين والتوكل في رياض الصالحين قال قدم اليقين على التوكل لأن التوكل يأتي بعد اليقين انت لو عندك يقين في الله صحيح وكامل بتتوكل والحريري رحمه الله تعالى قال كما في مختصر شعب الإيمان للبيهقي قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والرزق مقسوم قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر أيوة قال والدهر ذو دول والرزق مقسوم أربع أشياء العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه الذم والشوم يعني الخير كله في اختيار ربك لك سبحانه وتعالى طيب قال إمرة تزعة ودي آخر شيء ذكره في الصفات هنا وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء إذا تجلى الله للعباد في القرآن بصفات العز والكبرياء أنه عزيز وأنه متكبر سبحانه وتعالى والتكبر فيه سبحانه وتعالى صفة كمال وفي غيره صفة نقص زي واحد قبل يومين قال لي الولد جلى أبوه ما جاء المدرسة وجلى أبوه قال لي والله يا أبا الأستاذ ده كفر عديل كفر قال لي كيف يا ولدي قال الأستاذ قال الله جبار معقول الله جبار يا أبا قال لي الله جبار وزول كريم الله يكون جبار قال لي ما جبار يعني بخيل يعني ما جبار كذا يعني جبار يعني بيجبر يعني بيجبر الكسر وهو عظيم وهو كذا وكذا وكذا إلى آخره أيوه لا قال له خلاص التنفيهم كفر الأستاذ مرة واحد ده من صغير طالع الله يستر لي قدام طيب قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه أي
هذه الصفات أعطت نفسه الطمأنينة، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وتوقه بتسكين الواو، يتوق ما تتوق إليه نفسه، وحدته تذهب هذه الأمور. يعني إذا تذكر وعلم أن الله سبحانه وتعالى عزيز وأنه ذو الكبرياء سبحانه وتعالى، فإنه يخشع لربه، وإن العبد تعلوه سكينة ووقار وينكسر لربه سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الوقار وتظهر هذه السكينة في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه وخاصة في القلب، وأما ظهورها في اللسان والجوارح وفي سمته في ظاهره، لأن العزة بيد الله سبحانه وتعالى، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا وليست عند أحد من الناس، وإنما العزة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعز وهو الذي يذل، ومن يهن الله فما له من مكرم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه تسع أمور، أو هذه تسعة أمور من وقف معها، أو تسعة أشياء فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر بعض صفاته، من وقف معها عظم الله وانقاد لأمره وصدق خبره وعمل بطاعته حتى يلقاه وهو راض عنه. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الآجال ووفق إن شاء الله تعالى نواصل هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.